ومرة من المرات من الشبهات طبعا اللي ألقوها أن أحد مشايخ الشيعة أخي لكن من إجابة لي البيت جابه في البيت وكان يقول لي الآن لماذا تجعل يدك اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قلت له أنا أعرف أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك. قال لا، هذه أصلها أن عمر بن الخطاب لم يقل رضي الله عنه، طبعا نحن نقول رضي الله عنه، زين، لما جاء وفد من المجوس من الفرس شافهم حاطين يدهم اليمنى على اليسرى أو يدهم على يد يدهم اليمنى على اليسرى على الصرة أو فوق الصرة، فقال فسألهم قال لماذا تفعلون ذلك؟ فقالوا له تعظيما وإجلالا لعمر بن الخطاب الخليفة خليفة المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه الله تبارك وتعالى أحق بالتعظيم والإجلال فاجعلوها في الصلاة. السنة، أين يضع المصلي يديه بعد ذلك؟ يضعهما على صدره، اليمنى على اليسرى، وهذا على صفتين وردتا في السنة الصحيحة. الأولى أن يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، والثانية أن يقبض باليمنى على اليسرى. ولو فعل هذا أحيانا وهذا أحيانا أصاب السنة بكمالها، ويكون وضع اليدين على الصدر ليس على السرة ولا تحت السرة.